مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. تماثل قداسة البابا طوادروس الثاني للشفاء. دق أجراس الكنائس تضامنا مع إخوتنا في الوطن. واستقبال حافل لنيافة الأنبا أنجيلوس بنيوجيرسي. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الكنيسة. يقضي قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة مرقسية فترة نقاها مع بعض التدريبات الطبية اللازمة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت بالعمود الفقري، ويتماثل قداسته للشفاء استعدادا للعودة إلى مصر. دقت جميع أجراس الكنائس في الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تمام الساعة 12 من ظهر يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، وهو اليوم التالي لحادث مسجد الروضة، تضامنا مع إخوتنا في الوطن مقدمين خالص العزاء لأسر الشهداء، مصلين من أجل شفاء جميع المصابين. نتابع. مشاهدينا، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم من الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تضامن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية مع شهداء الوطن الذين استشهدوا الظهر يوم الجمعة على يد الإرهاب الغاشم والخسيس الذي استهدف المصلين أثناء صلاة الظهر. موجودين مع حضراتكم النهاردة لنتحدث مع قدس أبونا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليحدثنا عن تضامن كنيستنا مع الشهداء ومع الوطن، وحيث التضامن شهد دق أجراس الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمدة 20 دقيقة تضامنا مع الشهداء وتضامنا مع الوطن. في البداية بنرحب بقدسك أبونا، قدس أبونا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بنعزي قدسك وبنعزي الكنيسة وبنعزي الوطن كله، وحابين من قدسك تكلمنا أكتر عن هذا الحادث الإرهابي الأليم وتضامن كنيستنا في هذا الحادث. قلوبنا الأول متألمة جدا، ومع أسر شهداء الوطن بنعزيهم من قلوبنا، وبنطلب من ربنا التعزية تلمس قلوبهم ويديهم الهدوء والسلام. كمان بنصلي من أجل المصابين أن ربنا يمد بالشفاء العاجل ويرجعوا أصحاء. الحقيقة بالنسبة للتضامن النهاردة اللي هو كان متمثل في أجراس الكنيسة، سبقوا أن البابا طوادروس امبارح وهو في المستشفى في ألمانيا أنه بعت إدانة جديدة جدا للحادث. أما النهاردة فدق الأجراس بصراحة لي رسالة مهمة جدا. إن كان الإرهاب بيمثل برسالة أنه هو يفتت وحدة الوطن وأن هو ده هدفه وبيعمل على كده، لأن أجراس الكنيسة في دقها النهاردة بتعلن أن كافة قوى الشعب كلها وأطيافه متضامن جدا في الحدث الصعب دوت. يعني الشعب مع مؤسسات الدولة كلها الحقيقة على قلب رجل واحد بتعلن تضامنها وأنها ضد الأهداف اللي كانت قصدها الإرهاب، فده كان مهم قوي. كمان بشير مهم لحاجة مهمة، أن كنايس كتير كان فيها اجتماعات صلاة، لأن احنا بنصلي من أجل كل من هو حزين وكل هو متألم، بنواسي كل إنسان على وجه الأرض. الحقيقة لفتة مهمة جدا أن إزاي يبقى في تضامن في المشاعر وتضامن في الفكر وفي الرؤية مع أطياف الشعب المصري كله. الحقيقة علشان نعمل حل جذري ما ينفعش مؤسسة واحدة ولا ينفع مثلا هيئة واحدة ممكن تقوم بالموقف ده. الحقيقة لازم تضافر كل كافة مؤسسات الدولة، سواء التعليم، سواء الثقافة، سواء عايز أقول كل ما هو معني بالأسلوب التنويري. فكل المؤسسات ديت معنية حتى مع الأزهر والكنيسة إن هم يبقى عندهم رؤية موحدة علشان يقدروا ينشروا طيار مستنير في أوساط الشعب المصري كله. ودي بصراحة يعني أهم من الحل الأمني، يعني الحل الأمني مطلوب، لكن الأهم من الحل الأمني هو نشر الوعي وبناء وعي كبير جدا عند المصريين، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ونشر القيم الإنسانية النبيلة. الحاجات دي كلها عايز أقول في مضمون الشارع المصري لازم تبقى ليها مرجع كبير قوي.
وكنت بقول إن كان رئيس السيسي عمل مجلس أعلى للإرهاب، أنا شايف إن كمان بالإضافة لدوت يبقى في مجلس أعلى للثقافة، والمجلس أعلى للثقافة دوت إزاي يعيد للدور المصري حضارته والدور المصري ريادته اللي كان في سنين قبل كده يعني واخدها بصراحة على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. الحقيقة مصر لازم يعني ترجع لدورها دوت، وهو ده الحل في إنه أقدر أقتلع جذور الإرهاب من 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 أصوله. يعني الشر له نهاية، لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الله يا كل يوم. أوفد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة مرقصية نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية لزيارة مصاب حادث مسجد بئر العبد بمستشفى معهد ناصر يوم السبت الموافق 25 من نوفمبر الجاري. ضم الوفد القمص سرجيوس سرجيوس الوكيل البطريركي والأستاذ أشرف عجيب منسق مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين بالكاتدرائية. قام وفد من إباراشية السويس يترأسه القمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بمشاركة اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. يرافقهم مجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والنقابات المهنية والعمالية وممثلي الشركات وممثلي المرأة وشباب السويس. قاموا بزيارة المصاب حادث مسجد الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك بمستشفى الإسماعيلية العام والمستشفى الجامعي للإطمئنان على حالاتهم الصحية. عقد مجمع كهنة إباراشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صباح يوم الاثنين الماضي اجتماعهم الدوري برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس مطران الإباراشية. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مرمرقس الرسول بكرمة دمنهور، هذا وقد استنكر نيافته باسمه وباسم مجمع كهنة الإباراشية الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء الجمعة الماضية. وأكد نيافته أن هذا الحادث استهدف جميع أبناء الوطن، وأضاف إننا نصلي من أجل أسر الشهداء ليعطيهم الله العزاء والصبر وأيضا من أجل شفاء المصابين. أقيمت مساء يوم الخميس الماضي 23 من نوفمبر عشية عيد الشهيد العظيم رمين العجائبي بديره بمريوط وسط حضور شعبي كبير، وقد اشترك في صلوات العشية إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أفامينا أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والويلي والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان. نتابع. احتفل دير الشهيد العظيم ريمين العجائبي بصحراء مريوط بعشية عيد استشهاد شفيع الدير يوم الخميس الماضي بحضور ومباركة أسقف ورئيس الدير نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس ومشاركة لفيف من الأباء الأساقفة الأحبار الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس دير أبو فانا والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والأنبا مرقس أسقف عام كنائس حدائق القبة والويلي وعدد كبير من الآباء الكهنة ومجمع رهبان الدير وشعب الكنيسة المحب للقديس العظيم. مرمينا من الفضائل الجميلة بتاعته أنه يعني عاش حياة النسك أولا، عاش حوالي 5 سنين قبل الاستشهاد في حياة وحدة وحياة نسك، وطبعا دي متزامنة يعني احنا من يعتبر رفع عيد رفع صوم الميلاد، وده بيفكرنا بحياة النسك اللي عاشها مرمينا، ودافع علينا ان احنا نبدأ صوم الميلاد دي بحياة نسك وحياة صلاة، خصوصا ان 3 أيام الاولى في صوم الميلاد دي عبارة عن او بتشير لـ3 أيام اللي قضاها المسيحيين قديما في القرن العاشر الميلادي علشان خاطر نقل جبل المقطم، وطبعا بتظهر قوة الصلاة وقوة الصوم، وزي ما ربنا قال ان هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم.
فاحنا محتاجين في الايام دي ان احنا نكثف الصلاه والصوم، وربنا يستجيب ويعضد الكنيسه والقداسة البابا تواردوس والاباء المطرنه والاساقفه وكل الاكليدس وكل الشعب، ويسند شعبه في كل المحن، ويحفظ مصر ويحفظ العالم كله في سلام وطمأنينة. جاءت عزة العشية عن صوم الميلاد المجيد وعن قراءة الكتاب المقدس خلال فترة الصوم، كما قام الأباء الأحبار بتطيب رفات الشهيد العظيم مريمين العجائبي وسط أفراح التسبيح والترتيل. أعمال المحبة، افتقاد اليتامى والأرامل، وزيارة المرضى ومساندة الفقراء هي تذكرة الدخول إلى السماء. من دير الشهيد العظيم مريمين العجيبي بمريوط، فلا ميخائيل، سي تي في. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إشعياء أسقف طهطا وجهينا صباح يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم ورجرجس بمركز جهينا، وخلاله قام نيافته بسيامة الشماس دانيال موريس كاهنا باسم القسمينة للخدمة بالكنيسة ذاتها. شهدت صلوات القداس والسيامة مشاركة عدد كبير من كهنة الإباراشية وشعب غفير. نظمت أسرة الأنبا هيدرا لذوي الاحتياجات الخاصة بكنيسة الشهيد العظيم ورجرجس والأنبا إبراهام بمصر الجديدة احتفالها السنوي يوم الجمعة الماضي، والذي شهد العديد من مواهب وقدرات المخدومين. نتابع. نظمت أسرة الأنبا هيدرا لذوي القدرات الخاصة بكنيسة الشهيد العظيم ورجرجس والأنبا إبراهام بهليوبلس الحفل السنوي للخدمة بعنوان قل لي ليه كل للخير بمركز الطفل للحضارة والإبداع. الخدمة دي بدأت سنة 99 وإحنا مستمرين فيها لغاية النهاردة. إحنا بنقول عليهم ذوي القدرات الخاصة، لأنه فعلا ليهم كل واحد ليهم موهبة، وإحنا في الحفل ده الموهبة بتظهر. فإحنا يعني زي ما تقول بنخصص الوقت كل السنة علشان المواهب اللي فيهم تظهر ونقدمها هنا على الحفل. زي ما أنت شفت الحفل ده بيقام كل سنة، والحصيلة بتاعة الحفل بتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة بنوع عليهم ومرضى الأورام. احنا ابتدينا الخدمة أسرة الأنبا هيدرا سنة 1999 بزيارة المعهد القومي للأورام، وفي 2003 ابتدينا خدمة ذوي القدرات الخاصة بالكنيسة. المواهب ديت احنا طبعا الاهالي بيكونوا عارفينها، واحنا بنبتدي نكتشف من الموهبه اكتر زي موهبه الرسم. وشارك بالحفل السنوي العديد من المخدومين اصحاب الاعمار المختلفه من ذوي القدرات الخاصه، والذين قدموا عروضا وفقرات متنوعه ابهرت الحاضرين. النهارده كنا بنعمل زي حوار ما بين الروح القدس ونفسي عن المشاكل اللي ممكن تدور حول فهمي على فكرة ان انا عندي مشاكل. طب ربنا بنبت معايا ودم انا عندي مشاكل، فانا كده افتكرت فكرة كأن انا بكلم الروح القدس اللي جوايا عشان اعرف هو ليه هو بيعمل معايا مشكلة، وليه الناس بتشوفني وحش مع ان انا امتلك روح ربنا. استفدت كتير جدا جدا جدا، يعني الصبر والهدوء وطولة البال والمحبة، كل حاجة حلوة فيهم، وان انا اكتشفت كل الاكتشاف ان هم ذو بركة غير عادية. احنا بنعاملهم زيهم زي ولادنا بالظبط، حتى احنا دايما بنقول لهم في البيت اتعاملوا معاهم زي ما انتوا بتتعاملوا مع اي حد، لان هم عندهم قدرات وبيقدروا يطلعوا منها افضل حاجة زي ما انت شفت في الحفلة. احنا بنتعامل زي ما نكون بنعامل ولادنا، بنربي وبنعلم وبنعرف كل حاجة وبنسيبه يساعدنا في ده. فاحنا مقسمين اصلا الأنبا هيدرا عندنا لشديد اعاقة، متوسط اعاقة، واعاقة كاملة. فالفصل اللي انا بخدمه متوسط اعاقة، وعاملين منه فقرة مخلينهم لو انت شفتهم دلوقتي هتحس ان هم زيهم زي ولادنا طبيعيين، بيقدموا كل حاجه لان هم بالتمرين وبالتدريب بيطلعوا زي الولاد بالظبط. عرض مواهب ذوي القدرات امام الاخرين واعطاؤهم الفرصه الكامله لتقديم ما يتميزون به كان له بالغ الاثر على ثقتهم بانفسهم ودعمهم معنويا. فريد ادوار، سي تي في.
أقيمت في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي صلوات رهبنة 7 من طالبي الرهبنة بدير القديس الأنبا بخوميوس الشايب الأخصر، ممن اجتازوا فترة الاختبار للرهبنة، مع نيافة الحبر الجليل الأنبا سلوانوس أسقف ورئيس الدير، وأيضا اشترك في طقس صلوات الرهبنة والقداس الإلهية أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا يساب الأسقف العام بالأقصر. أقيم كرنفال على صورته بدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات بالأقصر بالاشتراك مع دار الكتاب المقدس، والذي بدأ في يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر نوفمبر واستمر لمدة 4 أيام. وتعددت فقرات الكرنفال لتشمل مسابقات وتمثيل وشعر وعزف ورسم. شارك في الكرنفال إبارشيات أسوان وقنا والأقصر ونقادة وقوس والبحر الأحمر. نتابع فكرة مهرجان على صورته، ان احنا كان عندنا تحدي صعب ان احنا نتواصل مع الشباب، وخصوصا في سن المراهقة اللي هو اعدادي وثانوي وبدايات جامعة، وكان التواصل معاهم صعب، وخصوصا ان هم ابتدوا يسيبوا الكتاب المقدس وابتدوا يتوهوا في حتت بعيدة. فجت لنا الفكرة ان احنا المانع ان احنا نبتدي بمهرجان للمواهب، وبعدين نجذبهم من خلال مهرجان المواهب دول ان هو يبتدوا يدرسوا الكتاب المقدس. وفعلا في اول سنه عملنا مهرجان في احتفاليه جبل العذراء بجبل الطير، وكانت ناجحه جدا، واقبال الولاد بمواهبهم كان هايل، وخصوصا انه من خلال المواهب قدموا رساله للي في سنهم احنا كبار ما نقدرش نقدمها ليهم. انا معجب جدا بفكره المهرجان، فعلا لابد كل واحد فينا لازم يكتشف انه على صورة ربنا ومثاله، على صورة ربنا في الجمال والخلود والمواهب. ربنا زي ما ابدع في الحياة كلها، احنا برضو لابد ان احنا نكون واخدين هذا الابداع في نواحي حياتنا. كون ان يقام هذا المهرجان على صورته في الدير السنة دي، ده مكسب كبير جدا لكل زوار الدير اللي عددهم تقريبا يوازي عدد المسيحيين في محافظة كاملة. كنا ان احنا نجمع اولادنا وشبابنا وبناتنا ونكتشف مواهبهم ونبرز مواهبهم، ده تشجيع كبير جدا ان احنا فعلا نكون على صورة ربنا وعلى مثاله. والسنة دي كان امتياز كبير قوي من ربنا، انه ربنا يكون بيشجعنا من خلال شخصيات جميلة وعظيمة زي الأباء لاصقفة المسؤولين عن الموسم في دير ماري جرجس الرزيقات، اللجنة البابوية، وكان في تشجيع كبير جدا من نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس علشان نكون بنعمل مهرجان على صورته، اللي جذب ناس كتيرة قوي وحاول انه يظهر مواهب كتيرة قوي عند الناس ما كانوش لاقيين نفسهم فيها. هو شجعنا كتير قوي، وكان في تحديات كبيرة قوي ان احنا نعمل مهرجان على صورته في موسم الرزاقات السنة دي. ضيق الوقت، ما كانش فيه وقت خالص، ما كانش معانا غير اكتر من 12-13 يوم عشان نشتغل مهرجان ده، عايز اكتر من شهرين اعداد وتجهيز وتحضير، ما كانش فيه امور ماديه متاحه، كان فيه الحقيقه تحديات كبيره، لكن سيدنا الانبا بيمن رحب بدار الكتاب ورحب بالفكره وشجعنا كتير جدا، وابتدينا من هنا نفكر في إعادة النظر في الأمر ونحاول في الوقت الضيق وكل التحديات الكبيرة دي المادية والعددية وكل حاجة ان احنا نكون بنقدم ده. كان احنا مبسوطين خالص ان احنا نكون موجودين السنة دي مشاركين في مهرجان كبير ضخم، مهرجان على صورته اللي بيتم تحت رعاية دار الكتاب المقدس. حقيقي انا جيت انبهرت من المعمول، والحاجة المعمولة حاجة كويسه قوي قوي قوي، تشجيع لاولادنا قوي، انبسطت قوي من فكره المواهب واكتشاف المواهب. كنيستنا مليانه بمواهب كتير قوي، مواهب مدفونه كتير قوي، وكون ان احنا نيجي نعمل حاجه كمان هنا في الصعيد الجواني زي ما بيقولوا علشان نكتشف مواهب الكنيسه، دي طاقات كبيره للكنيسه تفيد الكنيسه في المستقبل. الكنيسه بدون شباب كنيسه من غير مستقبل.
قام نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح بسيامة 4 كهنة للخدمة بالإبارشية، وذلك خلال القداس الإلهي صباح يوم السبت الماضي وبحضور شعبي كبير، وهم القس جيروم سمير كاهن عام، القس نوفير قلادة كاهن عام، القس مارتيروس مجدي كاهن لكنيسة القديسة العذراء مريم بميت بشار، القس بافلوس جمال كاهن لكنيسة القديسة العذراء مريم وماري يوحنا الرسول بالزقازيق. كما قام بمنح القس مقار أنيس الكاهن بالكنيسة ذاتها درجة القموسية، هذا وقد توجه القصوص الجدد إلى دير القديسة العذراء مريم المحرق لقضاء فترة 40 التالية للصيام. تنيح في الرب القمص عازر أفامينا أول رهبان دير الشهيد العظيم مريمين العجائبي بمريوط بيد القديس العظيم البابا كيرلس السادس. نتابع. ودع دير الشهيد العظيم مريمين العجائبي بصحراء مريوط يوم الاثنين الماضي القمص عازر أفامينا أول رهبان دير الشهيد العظيم مريمين والذي رسمه القديس البابا كيرلس السادس ضمن 7 رهبان الأوائل الذين عمروا الدير رهبانيا ومعماريا. النهاردة بنكلل أبونا عازر بالأكاليل اللي هو حصادها بجهاده وبتعبه، 55 سنة جهاد في الدير. كان ممكن ان انت لو عايز تشوف راهب من القرن الرابع هو أبونا عازر بالظبط، عايز تشوف الراهب في بساطته ونقاوته، عايز تشوف المحبة اللي بتصدق كل شيء، عايز تشوف المحبة اللي بتحتمل كل شيء، عايز تشوف الصبر، عايز تشوف الجهاد، عايز تشوف التعب، عايز تشوف أي فضيلة حية معاشة. أبونا عازر كان أيقونة راهب منتصر، راهب من القرن الرابع قديم فعلا عايش بكل قوانين الرهبانة، بتولية طاعة نسك 100%. أبونا عازر ده كان رقم 1 في الدير، احنا جينا الدير اتعلمنا منه الالتزام، وكان أول واحد يحضر في صلوات العشية وصلوات التسبحة وصلوات القداس، وكان بيحرص ان كل يوم لازم يصلي قداس، حتى في أشد أيام المرض كان بيصلي، ولما تعب ودخل المستشفى كان بيحرص ان أبونا ياخد له التناول كل يوم، وده اللي تعلمه واستلمه من قداسة البابا كيرلس، لأن أبونا عازر يعتبر هو أول راهب اترسم وخد لقب أفامينا. ترأى الصلاة الجناز صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير، وشاركه لفيف من الآباء الأساقفة الأحبار ورهبان الدير وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية. أبونا كان بكل الفقراء وكل الغلابة وكل الناس من أي نوع ومن أي جنس ومن أي فصيلة، كان بيعطف على الكل زي ما سيدنا قال، ما عندوش حاجة غالية، ما كانش بيخلي حاجة ليه، بيوزع كل حاجة عنده أي حد محتاج كان أبونا بيمد إيده، أي حد مريض كان أبونا بيحط إيده عليه ويصلي له، كان بيطيب واحد عنده أي مرض أبونا بيصلي باسم يسوع المسيح، كان بيتمجد وبيشفيه على طول. كان جوزي تعبان في المستشفى وكان تعبان خالص، فرحت لأبونا عازر أعطاني الحمل وقال لي اديله ياكل منها، فبقيت اديله وهو نايم وتعبان خالص، وبعد 10 دقايق على طول قام كأن ما فيش حاجه خالص. ومعجزه تانية برضو، جارتي كان عندها مشكله كبيره قوي قوي ما كانش لها حل، فجينا انا وهي وصلنا معاه، وفي نفس اليوم المشكله اتحلت، كانت مشكله كبيره يعني ملهاش حل خالص. يعني جدير بالذكر ان القمص عازر أفامينا عرف عنه محبه الفقراء وخدمه المرضى، كما عرف عنه الشغف بالتسبيح والترتيل. أصحاب البدايات لهم تكريم خاص، وأبونا عازر أفامينا كان أول راهب على دير الشهيد العظيم ماري مينا العجايبي بمريوط، سماه البابا كيرلس على اسم قداسته عازر، وكان ضمن 7 الرهبان الذين عمروا دير الشهيد العظيم ماري مينا رهبانيا ومعماريا. من دير الشهيد العظيم ماري مينا العجايب بمريوط، فولا ميخائيل، سي تي في.
في إطار التعمير الرعوي بالإبارشية، قام نيافة الحبر الجليل الأمبابيم وأسقف السويس عقب رفع بخور باكر للقداس الإلهي الذي أقيم صباح يوم الجمعة الموافق 25 من نوفمبر ببيت الشهيد العظيم مارمينا للمكرسات التابع للإبارشية، بإتمام طقس التكريس لستة ممن كنا تحت الاختبار بالبيت ذاته. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبابيم وأسقف السويس القداس الإلهي صباح أول أيام صوم الميلاد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية جنيفا، وخلاله رسم 70 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة إبسلطس. شهد القداس مشاركة شعبية كبيرة إلى جانب الأباء كهنة الكنيسة. قام نيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس أسقف أبو تيج وصدفة والغنايم صباح يوم الأحد الماضي وخلال القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مرمرقس الرسول بمدينة أبو تيج بصيامة 4 كهنة جدد للخدمة بكنائس ومذابح الإبارشية. شارك في صلوات القداس لفيف من الأباء كهنة الإبارشية وأعداد غفيرة من الشعب القبطي. أقامت كنيسة القديسين جورجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة يوم الأحد الماضي احتفالية رسالة حب للسنة الثالثة على التوالي بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان وأسرة الشهيد القمص سمعان شحاتة. نتابع. خصص اجتماع الأنبا موسى للشباب بكنيسة القديسين جورجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة لقاء يوم الأحد الماضي للحديث عن قوة كلمة الله تحت عنوان رسالة حب. لازم نقول الأول أنها في رسالة حب من الله لكل قلب، مش هقول لكل قلب بس، ده أنا أقول لكل المصريين في الظرف اللي احنا بنعيشه ده. الإرهاب ما فرقش بين مسيحي ومسلم، ما فرقش بين كنيسة وجامع، لكن الإرهاب أصاب الكل. ولكن اللي نقدر نقوله أن الله بيلمس كل قلب علشان يتعزى، بيلمس كل قلب عشان نبقى إيد واحدة، بيلمس كل قلب عشان نقف كلنا قدام الإرهاب اللي ابتدى يغلغل جوانا. احنا كلنا مستنيين زي ما بيقولوا عدالة السماء، احنا مستنيين إيد ربنا هي اللي تتدخل وتستأصل هذا المرض الخبيث من مصر كلها. احنا بننظم اليوم أيام الصلاة دي من كتير قوي، من أيام الحوادث كانت بتحصل، بس احنا قررنا ننهي ونودع 2017 ب 2018 بأيام صلاة كتير قوي. من يوم أول يوم النهاردة كان أول يوم صلاة لينا، إحنا بننظم الصلاة ده بنقول للناس اللي ساووا لينا شكرا، بنقول للناس إحنا دي اسمها رسالة حب تلاتة، بنوجه لكل الناس عملوا لنا حاجة وحشة إحنا بنقول لهم شكرا ليكم، إحنا بنحبكم قوي قوي قوي، شكرا إن أنتوا بعتوا لنا شهداء للسماء، قد ايه كنيستنا كنيسة الشهداء. انا دوري بسيط جدا لكن مهم، بحاول اشجع الشباب على قد ما اقدر، بحب اعلمهم ازاي نقدر يبقى في عندنا حاجه اسمها اراده، عندنا كفاح، ازاي يشوفوا مثال لذوي الاحتياجات الخاصه، الاعاقه، اعاقه مش اعاقه جسد، اعاقه فكر. احنا بنتكلم في المنظوم ده على طول، بنقول لهم ازاي استعمل كلمه ربنا وتبقى فعلا بجد كلمة كأنها نار، يعني تزيب الشمع وتزيب كل حاجة جوانا وبكل حاجة بالمحبة. حضر الاجتماع الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ومجموعة من أهالي شهداء الكنيسة البطرسية والذين أعطى بعضهم كلمات معزية للحاضرين، كما شارك الحضور فريق عمانوئيل بأداء مجموعة من الترانيم. بيبقى يوم كله بيقدم حب، وقد إيه بنبين حبنا وقد إيه الحب اللي ادهولنا المسيح في الكتاب المقدس وتعلمناه بنقدمه لكل الناس. بالنسبة للتجربة، لكل إنسان بيمر بتجربة ما بأي شكل، عايز أقوله أن ربنا في وسط التجارب بيبقى موجود. أنا كنت الأول في الأول طبعاً كنت فاهمة غير كده، لكن لما لمست إيد ربنا في وسط التجربة، لا ربنا موجود وسمعنا كويس قوي. كل حد فقد عزيز عليه زي ما احنا فقدنا، أول حاجة اللي فقدناهم راحوا السماء، راحوا الملكوت، راحوا أحسن حتة ممكن الإنسان يروحها، فإحنا مش هنزعل على اللي راح، إحنا اللي لينا بقوا جنب المسيح، ف ما نزعلش عليهم ابدا. احنا نزعلنا حقيقي ممكن نزعل على نفسينا، هل احنا فعلا مكملين من الشوار بحيث ان احنا ممكن نوصل زيهم؟ هل فعلا ان احنا نستحق ان احنا نقابل المسيح زيهم؟ ده اللي احنا ندور عليه. لكن ان كان على اللي فقدناهم،
احنا حطيناهم في احسن حته، فما اعتقدش ان احنا فقدناهم بالمعنى الصحيح. احنا كل الحكايه ان احنا مش شايفينهم بس، لكن تاكد انهم حوالينا. من التجربه اللي انا عشتها فعلا هم حوالينا. اليست هكذا كلمتي قنار؟ يقول الرب كانت الايه التي تاملها الاجتماع الذي حضره كثيرون ليرنموا ويصلوا ويتعزوا. رسالة حب إلى كل مجروح، إلى كل من فقد عزيزا، إلى مصر وإلى أهالي شهدائنا، إلى قلوب اصطفاها الله فقرر أن يشارك أصحابها في الألم والمجد معا. من كنيسة القديسين جورجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة، فريد إدوار، سي تي في. شهدت كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان صباح يوم الأحد الماضي صيامة كاهنين جديدين لخدمة مذبحها وشعبها. جاء ذلك خلال القداس الإلهي، حيث قام نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا بخوميوس بحاجر إدفو بصيامة الشماس مينا إسرائيل كاهنا باسم القس جرجس، والشماس مينا موريس كاهنا باسم القس أثناسيوس. شارك في صلوات القداس والصيام صاحب النيافة الأنبا من أسقف نقادة وقوس والأنبا يوقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت وعدد من الآباء الكهنة والرهبان. قام نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران صملوط صباح يوم الجمعة الماضي بتدشين كنيسة الشهيد العظيم مريمين العجائبي الأثرية بعد ترميمها بشكل كامل. تقع الكنيسة في جنوب مدينة صملوط، ويرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل القرن السابع، وتنخفض عن سطح الأرض بمسافة 3 أمتار. وتقوم الكنيسة على 4 أعمدة أسطوانية، كما يوجد بها مغطس هو أكبر مغطس أثري باقي إلى الآن في الكنيسة القبطية. زار نيافة الحبر الجليل الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد واحة الفرفرة، حيث صلى عشية عيد الشهيد مريمين العجائبي مساء الخميس الماضي بالكنيسة التي تحمل اسمه، وطيب الأنبوبة التي تحوي رفته. وفي صباح يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر صلى نيافته القداس الإلهي لعيد الشهيد مريمين بالكنيسة ذاتها، ورسم 17 من أبنائها شمامسة برتبة إبسلطس وسبع آخرين برتبة أغنسطس. عقدت بمقر المركز الإعلامي للكنيسة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في الفترة من الأحد الموافق 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 28 نوفمبر اجتماعات اللجنة المشتركة للإعلام بين الكنيستين القبطية والروسية. ضم وفد الكنيسة الروسية كل من السيد فانتاغ نائب رئيس إدارة المجتمع الكنسي والعلاقات الإعلامية، والسيد جوري دانوف مدير قسم المعلومات والتحليل، والقس فيكتور مندوب الكنيسة الروسية بالقاهرة. بينما مثل الكنيسة القبطية وفد مكون من القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تضمن اللقاء باجتماعاته كلمات افتتاحية للوفدين وعرضا لتاريخ الكنيسة القبطية، كذلك أنشطة المركز الإعلامي وخطته المستقبلية، وعرضا لأنشطة قنوات أغابي وسي تي في وميسات وكوجي. الجدير بالذكر أن كل من غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وعموم روسيا وقدسة البابا تودروس الثاني قد قام خلال زيارة قدسته لروسيا في 2015 بتشكيل اللجنة المشتركة للعلاقات بين الكنيستين. مشاهدينا، إلى هنا انتهت فقرة أخبار الكنيسة. بعد الفاصل ونلتقي مع أخبار المهجر، تابعونا. ربنا موجود، في الضيق ربنا موجود، في المرض ربنا موجود، وكمان في الفرح ربنا موجود، في الفقر ربنا موجود. ربنا موجود تشاهدونه في الأوقات التالية.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد وإلى أخبار المهجر. تحت رعاية وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، نظم اتحاد الأقباط الأرثوذكسي بهولندا وبلجيكا بالاشتراك مع مجلس المركز الثقافي القبطي بأمستردام ندوة بكاتدرائية القديسة العذراء مريم دارت حول الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر الحديثة. كان ذلك في مساء يوم الاثنين الماضي الموافق 20 نوفمبر 2017 للمؤرخ المعروف الدكتور وسيم السيسي وأدار الأمسية الإعلامي إيهاب صبحي. نتابع. احنا النهاردة الليلادي تمتعنا بهذه الأمسية الثقافية، استعرضنا فيها الدور الوطني الكبير لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في مصر الحديثة ابتداء من عصر محمد علي، وإزاي كانت الكنيسة على ممر العصور دي كلها بتتضلع بدور قيادي ودور وطني في سبيل حرية مصر وفي سبيل بناء الشخصية المصرية الأصيلة وفي سبيل تمتع أبناء مصر بالاستقلال وبنمو القومية المصرية الأصيلة وتحررها من عبودية الاستعمار والاستغلال. لازم يعرفوا الدور الوطني للكنيسة المصرية الأرثوذكسية وكيف أنها ساهمت في يعني الدولة الحديثة، مصر الدولة الحديثة، وكيف أن كان لها دور كبير قوي في نجاح محمد علي باشا، معلم جرجس الجهري ومكرم عمر مكرم، هما الاثنين أطاحوا بخرشه باشا وآتوا بمحمد علي باشا وساعدوه إلى حد كبير، ولأن المواطنة كانت قبل محمد علي هي بالعرق أو الدين أو القرب من الحاكم أو القوة المالية، فبدأت مصر الحديثة بأن المواطنة يجب أن تكون بحادثة الميلاد، أنت ولدت على هذه الأرض يبقى لك كل الحقوق وعليك نفس الواجبات التي لأي إنسان آخر بغض النظر عن العرق أو الدين أو القوة المالية أو القرب من الحاكم. النهارده كان يوم جميل جدا وكان الجو مفرح جدا في حضور الدكتور وسيم السيسي الدكتور المعروف والمشهور والمؤرخ الكبير، والناس كلها كانت مشتاقة انها تشوفه من ساعة ما اعلننا عنه، الناس كلها بس يعني الناس كلها جت وكان في حضور كبير جدا، وكان الندوة من ضمن الحاجات الجميلة اللي ما حضرناها شفناش قبل كده، الهيصة او الطريقة بتاعة الحوار من الشعب والدكتور او الشخص اللي كان اللي احنا مستضيفينه النهارده، كان الناس كلها قاعده ساكته بطريقه جميله جدا، بحيث ان احنا كنا بنستمع وكنا مشتاقين جدا نسمع اكتر منه. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام شؤون إفريقيا صلاة التبريك بالأرض الجديدة المملوكة للكنيسة القبطية بدولة ملاوي والمزمع إنشاء أول كنيسة قبطية بها، وذلك يوم الأربعاء 22 نوفمبر. حضر الصلاة السفير ماهر العدوي سفير مصر بملاوي وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية وبعض الراهبات الكاثوليك. هذا ومن المنتظر أن يتم وضع حجر أساس الكنيسة الجديدة يوم 11 فبراير المقبل، ويشارك الرئيس الملاوي في وضع حجر الأساس. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام شؤون إفريقيا. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا في نبض كرازة. أهلا بك يا وديتا. سيدنا أولا ألف مبروك، يعني أول كنيسة قبطية في ملاوي، عايزين نعرف من يافتك تفاصيل أكتر عن هذه الكنيسة. الحقيقة احنا بنحس بواجبنا نحو الدول الأفريقية، وكذلك الرئيس السيسي مهتم جدا جدا بالرؤساء الأفريقيين، والحقيقة احنا فعلا علينا دور لأن الشعوب دي محتاجة إلى تنمية ومساعدات، نتيجة ان هم فعلا عايزين تنمية وعايزين مساعدات، وربنا سبحانه المسيح قال إذا كنت عطشان وكنت جعان ولما انتوا فاعطيتموني فانتوا فعلتم بي، ده حقيقي، فبما انكم فعلتم بأحد اخواتي الاصغر. افريقيا مليانه احتياج، وبنعمه ربنا دلوقتي احنا مؤسسين 12 كنيسه او كنايس في 12 دوله في افريقيا،
ورئيس السيسي بيهتم جدا بزيارات الرؤساء الافريقيين وبيدعيهم وبيشجعهم وبيوعدهم بان هو هيشتغل معاهم في مجالات كثيره قوي، وده اللي احنا قايمين بيه بنعمه ربنا. ملاوي النهارده تعتبر دوله نمره 12 في افريقيا، منذ بديت خدمتي انا في افريقيا بنعمه ربنا سنه هايل يا سيد 76 وابتديت. لكن دي اول كنيسه في ملاوي، ما فيهاش كنائس ثانيه ارثوذكسيه؟ لا، اول كنيسه في ملاوي، وشهر ابريل حطينا عجل اساس كنيسه في اوغندا لاول مره، وقبلها عملنا في شهر ابريل حطينا عجل اساس لاول كنيسه في الجابون في غرب افريقيا. هايل. وايضا ربنا بعت ارض من رئيس دوله توجو، والنهارده هنبتدي نشتغل في دوله توجو ايضا. وكنا بدينا من سنه 76 في كينيا و84 في زامبيا، 88 في زيمبابوي، 90 في ناميبيا، و92 في جنوب افريقيا، ثم في اواخر التسعينات في ساحل العاج، ثم في 2002 في غانا. وكل دول يطلعوا 12 دوله كلهم اللي فيهم كنائس ابتدوا دلوقتي بتشتغل في رعايه مع بعض الموجودين، ثم ايضا العمل الكرازي والتنموي بالنسبه للافريقيين. هايل. طبيعه الخدمه يا سيدنا تحديدا بقى في ملاوي، هل في تحديات بتواجه نيافتك في البلد دي؟ اطلاقا، من الحقيقه الشعوب الافريقيه بترحب جدا بمصر، وعارفين ان مصر مش جايه عشان استعمار زي زمان، ولكن جايه بمحبه وعطاء. وفعلا جايين عشان خاطر يهزموا الشعب ويستدرج ليهم، فبيرحبوا بينا جدا جدا. لا تتخيلي ان انا مقابلاتي مع رؤساء الكنائس الكاثوليكيه ومع الرسميين في البلد دي بيكون فيها ترحيب ضخم جدا وحب عجيب جدا جدا. فشايفين ان مصر دي تعتبر اقدم كنيسه في القاره عمرها 2000 سنه. وعارفين كويس قوي ان مصر فيها حضاره 5000 سنه قبل المسيح، فهم بيتطلعوا الينا. ومرات كتير لما اقول له انا جاي من مصر يقول لي انا بتنام الثمن ان مصر دي في السماء. فده بعض الناس بيفكروا بالطريقه دي. الحقيقه احنا بنحس بعمل الله بقوه كبيره جدا طبعًا. جدا في قاره افريقيا النهارده من سنه يناير، من سنه 76 لما بديت خدمتي في افريقيا ورسمت ادخول في عام لشؤون افريقيا في يونيو 76 حتى الان 12 دوله بنعمه ربنا ليها تواجد في الافريقيا. هل تم تجهيز كهنه للخدمه بالكنيسه، خدام، يعني طاقم العمل اللي هيبقى موجودين في الكنيسه؟ في كينيا انا خدمت 22 سنه واخدت شباب مختارين جدا جدا ووديتهم مصر، والأب بنيامين اهتم بيهم جدا في سجين الكوم ودرسهم في الافريقيه، ولما رجعوا بلادهم تاني رسمناهم شرنسا ثم رسمناهم كهنه. نعمه ربنا في كينيا انا رسمت 20 كاهن، وهنا ايضا في جنوب افريقيا احنا رسمنا 17 كاهن من اهل البلاد نفسهم وعبر بنيناهم كنايس. يعني كل الشعوب دي احنا عندنا دلوقتي في جنوب افريقيا 8 كنايس في وسط قبائل الزولو والسوتو والكوسا والحاجات دي كلها. هايل يا سيد. وفي كينيا ايضا عندنا كنايس 16 كنيسه في وسط 4 قبائل اللي هي اللوو واللويا والاكامبا والكيكويو. دي حاجة تفرحنا جدا، ألف مبروك مرة تانية يا سيدنا، وإن شاء الله الكنائس تنتشر وتمتد في كل أرجاء إفريقيا. بنعمة ربنا، وأنا حاسين بإيد ربنا معانا خالص خالص، وإن كنا إحنا طبعا محتاجين معونة لأن ما عندناش إيرادات خالص، ولكن ربنا مش هيسيبنا أبدا. أكيد أكيد. بشكرك جزيلا نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقص أسقف عام شؤون إفريقيا، شكرا جزيلا لنيافتك يا سيدنا. ونعود مرة أخرى إلى أخبار المهجر، حيث تم طقس استقبال نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس الأسقف العام والنائب البابوي الجديد بشمال أمريكا بالمقر البابوي بنيوجيرسي، وذلك يوم الأحد الموافق 26 من نوفمبر. حضر الاستقبال أصحاب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا كراس أسقف بنسلفانيا وديلاور وميرلاند وويست فيرجينيا والأنبا بيتر أسقف نورث وثاوث كارولينا وكنتاكي. يذكر أن النائب البابوي الجديد نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس قد رسم أسقفا عاما لكنائس شبرا الشمالية في يونيو عام 2014، وقد أصدر قداسة البابا طوادروس الثاني مؤخرا قرارا بتعيينه نائبا بابويا بشمال أمريكا. في احتفال وفرحة شعب إبرشية باريس وشمال فرنسا، تم طقس صلوات واستقبال نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك أسقف الإبرشية في القداس الإلهية الذي أقيم يوم الأحد الموافق 26 من نوفمبر الجاري
نتابع. نجلس نيافة أخينا المحبوب الأنبا مارك أسقفا على كرسي باريس وشمال فرنسا وكل تخومها غنفران بفيوم ونبشيري نمدب من بيسوان ونوت نوت في زمر ونوت نجيم نوت فيوم بيبان تكرا Christos ben chois. Amen. Efes marot in jeu mon gnisin chiri Jesus be Christos ben chois. Amen. Efes marot in jeu be mon gnisin chiri Jesus be Christos ben chois. بفمنو غنيس ان شير يسوس بخريستوس بن شوي آمين مروت ان جاب بفمنو غنيس ان شير يسوس بخريستوس بن شوي آمين مروت ان جاب بفمنو غنيس ان شير يسوس بخريستوس بن شوي آمين مروت ان جاب بفمنو غنيس ان شير يسوس بخريستوس بن شوي آمين أجلسنا يا فتر الضمر على كرسي باريس وشمع فرنسا في يوم الأحد المبارك 12 نوفمبر سنة 2017 ميلادية الموافق 3 هتور سنة 1734 للشهداء تمت بتدبير الله وحسن اختياره دعوة أخينا المجمل بالفضائل الروحية والمتعمق في الحياة النسكية والمشتمل بالمعرفة في الحكمة والدراية بالأمور الكنسية والرعوية الأنبا مارك الأسقف العام ليكون أسقفا على إيبارشية باريس وشمال فرنسا. في جولة رعوية زار نيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس أيرلندا خلال الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر. وصل نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل لمطار بلفاست وكان في استقبال نيافته كهنة أيرلندا، ثم توجه إلى دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمنطقة دالفن وتقابل مع الأمهات بالدير، وبعد ذلك توجه إلى كنيسة القديسين ماكسيموس ودوماديوس بدبلن حيث قام نيافته بصلاة رفع بخور العشية أعقبها كلمة للشعب بعنوان شهوة الجسد ومحبة المال والذات من أمهات الخطايا. حضر العشية والكلمة معالي السفيرة سفيرة جمهورية مصر العربية بدبلن السيدة سهى جندي ولفيف كبير من الشعب القبطي بأيرلندا والشباب القبطي من كندا. مشاهدينا إلى هنا انتهت فقرة أخبار المهجر، بعد الفاصل نلتقي والكنيسة في الصحافة، تابعونا. لقاء تعليمي. لقاء أسبوعي. مع قداسة البابا تودروس الثاني. لقاء الأربعاء
مع قداسة البابا. تشاهدونه في الأوقات التالية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية هذا الأسبوع من جريدة وطني وعدد الصادر يوم الأربعاء 29 من نوفمبر الحالي، حيث نقرأ: الأنبا دانيال يترأس وفدا كنسيا لزيارة مصابي حادث الروضة. كلف قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة مرقسية نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي والنائب البابوي بزيارة مصاب حادث مسجد الروضة، وترأس نيافته وفدا كنسيا ضم كل من القس أمونيوس عادل سكرتير قداسة البابا، والمهندس أشرف عجيب منسق مكتب رعاية الشهداء والمصابين بالكاتدرائية بزيارة مصابي الحادث الإرهابي الذين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة. مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين: تماثل قداسة البابا طوادروس الثاني للشفاء، دق أجراس الكنائس تضامنا مع إخوتنا في الوطن، واستقبال حافل لنيافة الأنبا أنجيلوس بنيوجيرسي. وختاما مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.